الآن لأبنائنا الأطباء المقيمين نقول بأن أبواب الحوار مفتوحة، ونقول بأن استعمالنا واستعمال مؤسساتنا الأمنية الدستورية خلونا نستعملها في حفاظنا على أمننا وعلى استقرارنا وعلى حدودنا، ومن منطلق احترامنا لأبنائنا المتمدرسين وأبنائنا الطلبة وأبنائنا الأطباء خليونا نتفادى ما يريد البعض أن نصل إليه. لا نريد أن نحتك، ولكن نقول بأن قوانين الجمهورية بقوتها وبصرامتها تطبق، ونحن في دولة قانون وفي دولة مؤسسات، يجب على الجميع احترام قوانين الجمهورية واحترام تطبيقها ولكل الفئات الاجتماعية. كما أتوجه لإخواننا في قطاع التربية نقول كذلك بأننا قوتنا كجزائريين، وكانت دائما هذه قوتنا، في أننا نعمل طبقا لقوانين الجمهورية، طبقا لقوانين الجمهورية وبالحوار كذلك. هذه الطريقة الوحيدة التي تجعلنا كجزائريين نحافظ على كل هذه المكاسب التي تحصلنا عليها إلى يومنا هذا كجزائريين. لا نريد الرجوع إلى صور عشناها في سنوات ماضية، ونحن عازمين بقوة مؤسستنا وبقوة دستورنا وبقوة تطبيق تعليمات سيد رئيس الجمهورية. لا نريد، ونبذل كل جهودنا إلى عدم الرجوع إلى وضعيات